اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے حدیث کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے اور اس حدیث کے ساتھ کی برکتیں سعادتیں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے بابا زبران صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله قال سمعت فاطمة انها قال دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بعض ظرفا فقلت له اعوذ بالله يا عبد من امه فقال يا فاطمة ايدي بالكسال يماني فغديني به فاطمة بالكسال يماني فغديته به وسرت انظر اليه واعظ وجهه يتلعن قبل الله في ليلة تمامه وقمرني فما قامت الا ساعة واذا بولدي الله حسن عليه السلام. فذكر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسقنا بفادي فقال يا أمه إني أشم عندك روحة طيبة كأنها راحت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت القصاء فأقبل الحسن نحو القصاء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله التعاذن لي أن أدخل معك تحت القصاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت القصاء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الله حسين عليه السلام. قد أنقل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمر بفاري فقال يا أمه إني أشم عندك روحة طيبة كأنها راحت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت القصاء وقدنا الحسين نحو القصاء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من افتره الله حتى آذن لي أن أدخل معكما تحت القصاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت القصاء فعقل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه فانها رايت اخي ابن عمي رسول الله فقلت نعم معه ومع ولديك تحت القصاء فعقل علي نحو القصاء وقال السلام عليك يا رسول الله حتى اذن لي ان اكون معكم تحت القصاء قال لو عليك السلام يا اخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل علي تحت القصاء ثم اتيت نحو القصاء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله وانت اعظم لي ان اكون معكم تحت القصاء قال عليك السلام يا بنتي ويا رضعتي قد اذنت لك فدخلت تحت القصاء فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء يا قضى برسول الله قد رفع القصاء وعمر يد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحم يضمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وانا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واظهر عنهم الرجسام واطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سلطان سماواتي ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا وضحيا ولا قبرا منيرا ولا عائشة صوفية ولا فلك يدور ولا بار يدري ولا فضل يسري الا بمحبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت القصاء. فقال الامين ابراهيم يا ربي ومن تحت القصاء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه وما دون الرساله هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى الله عليه وسلم.
فقال جبريل يا رب يا تعالى علي ان اعبد الارض ليكون صادصا فقال اللهم قد وجدت لك عبدا من جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله يا علي العلى يبرك السلام يخص بالتحيه والاكرام ويقول لك عزتي وجلالي واغلقت سماء فضلي والارض مدحيه ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئه ولا فلك يدور ولا بارك يدري ولا فوق من يسري الا لعدلكم ومحبتكم قد اعدني ادخل معكم فانتظرني يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا امين وحي الله انه مع قدر طلق وداخل ابراهيم معنا وتحت الكساء فقال لي ابي ان الله قد وحي اليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وسهل مخرجه وعلى بدوه من الجن والانس من الاولين والاخرين فقال علي يا ابي يا رسول الله بن مالك موسنا وهذا ذات القصاء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله الذي بعث بالاخر نبيا واصطفاه برساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي يد من شيتنا ومحبينا إلا من أدرك لهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الذي بعث بالحق نبيا واستغفر برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يد من شيعتنا ومحبينا انتهى صلى الله وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام يا الله فوزنا وصعدنا وكذلك شيدنا فعزوا وصعد في الدنيا والاخرة ورب الكعبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فصلى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يصرف ليسر فذكر نفعة ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد وقوم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه واله وسلم ابا احد الرجال مولى رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسلم على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد وارحم محمد وعلى محمد افضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم نادى عليا مظهر العجائب تجده وانا لك في النوائب قل هم من وهم من سيندري في عزمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ارتفع الهرم ثلاثة وقل شريف شكرا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات انك مجيب الدعوات انك ولي الحسنات انك على كل شيء قدير وبالاجابه حق جدير كريم الله جمع پاک کلام پڑھی جو ذکر پاک تھی سی حدیث کے ساتھ علاوہ کی دین والے حاضر تو لنگا نظریہ جتنا اخراجات ہر سبب کے مالے پائیں تر پاک وا امام 14 معصومین 72 پر شہید کربلا 124000 کے عمر کے دربار دے اندر ہدیہ تو تحفہ بالخصوص آخری محمد کے دربار دے اندر ہدیہ تو تحفہ پیش کرنے مالک منظور مقدم فرما مالک اس پاک بارگاہ جو جتنا اجر و ثواب حاصل تھی مرحوم مقبول حاجی اللہ وسایہ انہاں دی اہلیہ حاجی علی محمد انہاں دی اہلیہ حاجی منظور احمد انہاں دی اہلیہ مالک جتنے مرحومین ہیں یہ ثواب تمام دی روحوں کو احسان فرما بالخصوص لنگر نظریہ اخراجات ثواب بالخصوص حادثہ کی والدہ دی روح کو احسان فرما مالک انہاں دی قبر دے رحم تے برکت دا نزول فرما کریم اللہ انہاں دی قبر کو جنت دے باغ وچ جوے دعا منگا کریم اللہ انہاں کو عزاداران امام حسین شمار فرما مالک تمام مرحومین کو انتظاران امام زمانہ شمار فرما کریم اللہ تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کریم اللہ مرحومین کو بروز معاشر شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما کریم اللہ مرحومین کو بروز معاشر حوض کوثر نصیب فرما کریم اللہ انہاں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مالک مقبول حسین حاجی امیر حافظ
حافظ صاحب مالک انہاں جتنا خراجات کے مالک اپنے بار میں مشکور فرما، مالک انہاں کو اجر عظیم عطا فرما، کریم اللہ انہاں دے مال جان وحی برکت نصیب فرما، انہاں ویراواں دے آپس سے محبت و اتفاق نصیب فرما، کریم اللہ انہاں دے بچوں دی زندگی دراز فرما، امام رضا بادشاہ اپنے خزانے چو وسیع رزق عطا فرما، کریم اللہ اس خاندان دے جتنے بزرگ ہیں مالک انہاں دی زندگی دراز فرما، بالخصوص حاجی غلام فرید ملک عزیز کو مالک شفا کلی عطا فرما، مالک انہاں کو صحت علی لمبی زندگی عطا فرما، کریم اللہ محمد و آل محمد عزت و مقدر واسطہ اس خاندان وچ ہمیشہ محبت و اتفاق نصیب فرما، جتنے میرے مالک چلتے آئے بیٹھے تیری بارگاہ وچ موجود ہیں سب دا عامل قبول فرما، حاضرین وچ کوئی بیمار ہے تے شفا کلی عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے تے مالک اولاد کریم عطا فرما، مالک ساری دنیا بڑی بارگاہ وچ مستجاب فرما، وارث حقیقی حجت خدا دے ظہور جان فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب صل علی محمد و آل محمد.